السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمحاضرة الأولانية، كان في واقفين عند عنوان السيل وول ديفيشنت بكتيريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في بكتيريا رباني كده او مش ما عندها سيل وول، تمام؟ هما نوعين، نوع اسمه ال فورم ونوع اسمه المايكوبلاز. واحدة واحدة بقى نخلصهم، يبقى كده خلص السيل وول. طب نعمل بقى منهم بس جدول كده، الجدول ده هتلاقوه في الورق والمذكرات بتاعتنا، تمام؟ ال فورم والايه والمايكو بلازما. ال يعني ايه بقى سيل وول ديفيشنت بكتيريا؟ يعني بكتيريا ما عندهاش سيل وول. دي ال فورم دي هي كان عندها سيل وول بس فقدته اندر انفيفرابل كونديشن، تحت ظروف مش طبيعيه او مش حلوه. انما المايكو بلازم دي ناتشرالي ديفيشنت للسيل وول. يعني ايه؟ يعني هي كده كده ما عندهاش سلول، ولا هيبقى عندها سلول، ولا كان عندها سلول، ماشي؟ طيب في، يبقى دي اندر انفيفرابل كونديشن، تحت ظروف ان فيفرابل غير مناسبه. دي ناتشورال، يعني هي ربنا خلقها من غير سلول يا عم. طيب في بقى حاجات متشابهه ما بينهم الاثنين. واحده واحده بقى نخش على ال فورم. دي عباره عن بكتيريا ويتش تريتد تو ريموف ذا سلول، اهو ماشي. انا اللي خليتها تشيل السيل وول، او الظروف اللي خليتها تشيل السيل وول بتاعها، تمام؟ طب جميل جدا، حلو قوي، تمام. طيب دلوقتي لو جبت دواء اسمه البنسلين، البنسلين ده بيشتغل منين؟ من المره اللي فاتت بيشتغل على حاجه اسمها الايه، السيل وول، صح؟ مش هو بيضرب الجدار. طب دلوقتي مفيش سيل وول اصلا، يبقى البنسلين ده المضاد الحيوي هيعرف يشتغل؟ بيقول لك اهو ان البنسلين ويتش انهبيت السينسز بتاع الايه، السيل وول ايه سابستنس، تمام؟ يبقى كده البكتيريا دي هتبقى ريزيستنت لمين؟ للبنسلين. يعني مش هتموت بالبنسلين، لان اصلا مفيش التارجت اللي يضربه مين؟ البنسلين. مش البنسلين بيجي يضرب سيلول، دي ما عندهاش سيلول اصلا، تيجي تضرب في مين بقى؟ يبقى لو انت، لو احد المرضى عنده نوع من ال فورم او المايكوبلازم وانت اديته بنسلين، تبقى انت طبيب لا مؤاخذه، انت كده ما درستش حاجه، انت مش فاهم اصلا انت بتعمل ايه، لان البنسلين مش هيشتغل، لان التارجت بتاعه مش موجود، تمام؟ طيب في من ال فورم نوعين، نوع اسمه البروتو بلاست ونوع اسمه الايه السفيرو بلاست. دول من انواع من ال فورم، تمام؟ طب ايه الفرق بقى؟ بيقول لك لو كانت البكتيريا جرام بوزيتيف بحرف البي، هيبقى اسمها ايه، بروتو بلاست. طب لو كانت جرام نيجاتيف، هي دي السفيرو بلاست، دي في الام سي كيو، دي بتنزل ام سي كيو في الاختيار، تمام يا شباب؟ طب حلو قوي، مش عايزين اي حاجه بقى في ايه، في الكلام ده كله. ده الايه العنوان بتاع الايه، السيل وول ديفيشنت بكتيريا، هو ايه اللي فورم وفي مين؟ المايكوبلازم. طيب المايكوبلازم فيها سيل وول؟ لا ما فيهاش سيل وول. يبقى شكلها ايه، كوكاي ولا باسلاي ولا سبايرال ولا بوليومورفيك؟ هتبقى ملهاش شكل، هتبقى شكل متنوع، بوليومور لان ما فيهاش جدار، الجدار هو اللي كان بيديها الايه الشكل. طب البنسلين هتبقى ايه، هتبقى ريزيستنت للبنسلين، مش هتموت بالبنسلين، عرفنا ليه؟ لانها ما عندهاش ايه سيل وول، لان البنسلين ويتش اكت اون البكتيريال سيل وول. هتتسبك بيبقى لونها ايه، هيبقى لونها، مش كان المسؤول عن اللون برضه السيل وول، ودي ما فيهاش سيل وول، يبقى كان نوت ستيند باي جرام ستين. يبقى لو عايزين نلخص الدنيا دي نعمل ايه، نعمل جدول كده جميل جدا 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 يحترمك عليه، ملخص الدنيا دي كلها وجايب لك كل حاجه. واتحدى اي حد انه يخرج عن المعلومه دي ما بين ال فورم ومين والمايكوبلازم. بالعكس انا مزود لك معلومات مهمه جدا هو مش كاتبها هنا، بس ايه، بس الدكتوره شرحتها. انا من عادتي ان انا بسمع الايه الدكاتره على طول، بتابع كل كلمه جديده، اي زياده في المحاضرات اي حاجه، تلاقيني عشان ادي الطالب المعلومه ما فيهاش رجعه. طيب ايه اللي فورم دي فقدته اندر ايه، ان فيفرابل كونديشن، تحت ظروف ايه، ان فيفرابل غير مناسبه. انما المايكوبلازم لا، ده دي ناتشرالي طبيعيا، هي مفقوده طبيعي رباني. طب هنا دي ريزيستنت للبنسلين، ودي برضو ريزيستنت بنسلين، بما ان مفيش ايه، مفيش سلول، نو جرام ستين، صح ولا لا؟ اه مش هتسيبك بالجرام عشان مفيش سلول، نو جرام ستين. طب بالنسبه للشكل، بوليومورفيك، هنا بوليومورفيك، دي منها نوعين، بروتو بلاست لو كانت جرام بوزيتيف، بروتو بوزيتيف، وسفيرو اللي بتبقى ايه نيجاتيف. خلص الجدول، اكتب لي الجدول ده وشطب لي على الصفحة دي خالص.
لان الدكتوره شرح الكلام غير اللي اتقال هنا، ماشي؟ وانا قلت لك اهو في الجدول يبقى في حاجات مشتركه زي الريسيت البنسلين، مفيش جرام ستين بوليمورفيك، بس اهم حاجه تعرف ان دي بتفقده، هي كان عندها بس فقدته اندر انفيفرابل كونديشن. في منها نوعين، دي بتيجي في الام سي كيو، بتيجي في الامتحان، وبتيجي اكمل سيلول ديفيشنت بكتيريا نقط ونقط عشان تقول له الايه الاثنين دول كده. انا خلصت اول استراكشر معايا هو مين، هو السيلول. طب تعالى كده نراجع الاستراكشر بتاع البكتيريا. والله يا دكتور كان في من بره كده سيلول، وفي سيتوبلازمك ممبرين، وبعد كده في ريبوسوم، وبعدين في الدي ان ايه. طيب السيتوبلازمك ممبرين ده شبه بتاعنا بالظبط، اللي هو بيبقى شكله كده يا شباب، ليه راس وديل، الكلام اللي انت خدته في الايه في الفسيولوجي والهيستولوجي. ده عباره عن سيمي بيرميابول دبل لايرد ستراكشر، دبل لاير اهو، طبقتين، يتكون من فوسفوليبيد وبروتين مختلف عن الديفر فروم الايوكاريوتيك ان ذا ابسنس اوف الستيريو، يعني هو شبهه في كل حاجه الا انه يختلف عنه اللي هو ما فيهوش ايه استيرول، ما فيهوش كوليسترول، ما عدا مين بقى البكتيريا اللي فيها استيرول، المايكوبلازم. اشمعنى بقى اشمعنى هي على راسها بطحه يعني؟ بص يا عم، المايكوبلازم اصلا ما عندهاش ايه، ما عندهاش ده، ما عندهاش السيلول، عندها مين، سيتوبلازمك ميمبرين، فلازم ربنا يعوضها عن غياب السيلول ده انه يحط لها حاجه جامده في السيتوبلازمك ميمبرين بتاعها عشان يدعمها. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يحط لها ايه، يحط لها كوليسترول او ستيرول في قلب السيتوبلازمك ميمبرين بتاعها. يبقى كل البكتيريا ما فيهاش ستيرول في السيتوبلازمك ميمبرين ما عدا مين، المايكوبلازم. تمام. طيب ده سؤال برضو ام سي كيو، ايه الفانكشن بتاعته؟ ده سؤال هجيبه لك في الامتحان، مهم جدا. فانكشن اوف السيتوبلازمك ميمبرين زي ما انت خدته في الفسيولوجي او سيلكتيف بيرميابيلتي، النفاذيه الاختياريه، علم لي بس على النقط دي، يعدي حاجات وحاجات تانية لا. انرجي جينيريشن فانكشن، يولد الطاقه. تمام. رقم ثلاثة، بروفايد انزيمز وكارير مولكيول، يطلع انزيمات. رقم أربعة، اكسكريشن اوف الايه اوف الاكزو انزيم او التوكسينز، يفرز التوكسينز، ماشي؟ دي رقم خمسة، اكسكري يبقى اتنين اكسكريشن، اكسكريشن للانزيم، اكسكريشن لمين، للتوكسينز اللي هي الاكزو توكسين او اسمها باثوجينيستي بروتين، البروتينات المسؤولة عن الايه عن المرض، ماشي؟ نذاكر منهم خمسة دول كفاية قوي، حلو قوي. دول فانكشن في السيل ايه، السيل سيتوبلازمك ممبرين، علم على السيلكتيف بيرميابيليتي، انرجي كون طاقه. بص ايه انرجي، اكسكريشن، اكسكريشن، شوف ايه هات كتير، انرجي جينيريشن، اكسكريشن اوف انزيم، اكسكريشن اوف الباثوجينيستي بروتين، يعني بروتينات بتعمل لك ايه امراض. طب في حته بقى مهمه جدا السيتوبلازمك ممبرين ده بيعملها، حاجه اسمها الميزوزوم، الواد ميزو دي فيها كلمتين والفانكشن بتاعتها مهمه جدا. بص يا عم، البكتيريا دلوقتي عايزه ايه، الميزوزوم ده عباره عن ايه؟ بص يا عم، دي عباره عن ادي السيتوبلازمك ممبرين اهو، دي عباره عن انفاجينيشن منه، انفاجينيشن بتنزل كده، انفاجينيشن في صوابع من السيتوبلازمك ممبرين. ليه بقى؟ عشان بتكبر 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 وتقسم الخليه دي حتتين اتنين، حته هنا وحته هنا، يعني بتعمل دور فين؟ الدكتوره مش كاتباها، تمام؟ لا كاتباها في الفانكشن. تعالى بقى، زيبريرول ان ريسبيريشن، التنفس الخليه مين اللي بيعملها؟ الميزوزوم. كمان بتعمل دور في السيل ديفيجن، انقسام الخلايا زي ما انا وضحت لك اهي، عن طريق اللي هي بتعمل ايه بقى، ازاي بتعمل سيل ديفيجن كالاتي، ان هي بتعمل ترانزفيرز سيبتم، حاجز بالعرضه، هو الحاجز اللي انا رسمته لك ده، اللي بيقسم ويتش ديفايد ذا سيل ان هاف، الى نص بس كده، حلو قوي. بس الوظيفتين دول يا شباب لازم نكتبه في الامتحان، الميزوزوم من الحاجات المهمه كده. انا خلصت سيل وول، خلصت سيتوبلازمك ممبرين، خش على السيتوبلازم. السيتوبلازم ده ادي اهو، اهو سيتوبلازم بقى الحاجه اللي ايه الموجوده جوه من هنا، ده يحتوي على حاجات سوفت جيل لايك استراكشر، عامل زي الجيلي. في حاجات بقى في جوه مين، في الريبوسوم العضيات، في منه الريبوسوم. طيب الريبوسوم عباره عن ايه؟ بيقول لك بريزنت لايتلي بيج سفيريكال بارتيكل ان ذا سيتوبلازم، سفيريكال بقى حاجه كده مدوره، ماشي؟ طيب لو لقيت ريبوسومات كتيره مع بعض، كلاستر اوف ريبوسوم، اسمه بوليسوم، بولي يعني كتير، تمام؟ بيتكون من ايه الريبوسوم ده؟ بيتكون من 40% بروتين و60% ار ان ايه. اهم حاجه تعرف ان الريبوسوم بتاع البكتيريا كام اس؟ 70 اس، ماشي؟ طيب الاس دي اسمها سيمنتيشن يونت، اليونت بتاع اس ايه، وحده قياس مين؟ الريبوسوم. بتتكون من وحده صغيره 30 اس و50 اس، جمعناهم على بعض يدونا 70 اس. وهتقول لي ازاي يا دكتور 30 و50 80؟ لا ده دي بحساباتنا احنا، انما بالحسابات اللي هي وحده القياس دي لا، الموضوع يختلف شويه. تمام. 70 اس يا جدعان بتيجي في الام سي كيو، بتيجي في الام سي كيو،
طيب يبقى اول حاجه موجوده هو مين؟ الريبوسوم. وموجود شويه ايه، شويه حاجات للتخزين والاكل والسكر اسمهم ايه، ادي اول حاجه الريبوسوم. موجود حاجه اسمها انتروسيتوبلازميك انكلوجن، ده عباره عن اكيوميليشن اوف الفود ريزيرف، الايه الباقي من الطعام، الخليه كلت وشبعت ومتخزن اكل، هتخزنه في شكل ايه؟ في شكل جرانيول، حبيبات كده موجوده فين؟ موجوده في السيتوبلازم. في ايه تاني موجود في السيتوبلازم؟ بلازميد. البلازميد ده شكله عامل كده يا شباب اهو، بص كده سيتوبلازم اهو، في هنا مين؟ الريبوسوم اهو، وادي الدي ان ايه اهو، او اسمه النيوكليويد اهو، تمام نيوكليويد، الكبير ده النيوكليويد. امال مين ده الصغير ده؟ ده دي ان ايه شبهه بالظبط لكنه صغير اهو، بيقول لك اكسترا كروموسومال دبل ستراند دي ان ايه. لو انا هرسمه كده اكبره، هو دي ان ايه دبل ستراند، يعني حتتين، ادي حته وادي حته، اكسترا اكسترا يعني ايه فوق الكروموسوم الاساسي. عذرا، انتوا شايفين شكله عامل ازاي يا ولاد؟ سيركولر مش لينير، مش بالمنظر ده. عذرا. طيب البلازميد ده عباره عن حته دي ان ايه صغيره دبل ستراندد دي ان ايه، ماشي، بتساعد على الايه الريبليكيشن، وفي شابتر اسمه بلازميد هنقوله بالتفصيل، ماشي. طب البكتيريا النيوكليويد ده عباره عن ايه؟ ده الاساسي بقى الكبير بتاعنا، ده عباره عن، يبقى دي كلها حاجات بلاقيها في السيتوبلازم، عباره عن دي ان ايه، الدي ان ايه ده. طب انا هنشرح كل حاجه، بقول لك ايه اللي تذاكر او ايه اللي تخليه في دماغك، لان المنهج كبير جدا، منهج كبير بغباء، ماشي. بكتيريا النيوكليويد دي عباره عن اريا من السيتوبلازم اللي فيها الدي ان ايه، اللي موجود فيها الدي ان ايه، ده عباره عن ايه؟ سنجل واحد، صح؟ مش هو كان الكروموسوم بتاع البكتيريا كان واحد؟ اه، سيركولار دايره اهو، دبل ستراند الدي ان ايه، فعلا هو سنجل نسخه واحده، لكن النسخه دي دبل ستراندد، يعني ايه؟ يعني ادي مثلا لو انا هرسم نسختين، ادي نسخه وادي نسخه، انت عندك كم نسخه في البكتيريا؟ واحده، الواحده بتكون ايه؟ دبل ستراندد، يعني مش سنجل ستراندد، ماشي. مفيش بقى نيوكليير ميمبرين ولا نيوكليول ولا نويه ولا هيستونات ولا اي حاجه من دي، لان دي بكتيريا، خدنا الكلام ده في الاول خالص. طب ايه فايده الدي ان ايه؟ بيحمل الجينات الوراثيه كارت جينيتك ايه انفورميشن. كده انا خلصت التركيب الاساسي لكل البكتيريات، يعني معنى كلامي ان كل البكتيريات بيبقى فيها سيلول، البكتيريات الطبيعيه، ماشي، والسيتوبلازمك ميمبرين والسيتوبلازم بمحتويات السيتوبلازم، والسيلول اتشرح، سيتوبلازمك ميمبرين مش عايز فيه غير فانكشن بس، والسيتوبلازم فيه كذا حاجه. يلا ايه، نلم الدنيا، نلم الدرس. كان في رايبوسوم، في انكلوجن بودي، في بلازميد، وفي الدي ان ايه او النيوكليويد، دي في كل البكتيريات طبعا باستثناء ال فورم والميكروبلازم ما فيهمش سيلول، ده استثناء بسيط خالص. في بقى حاجات اضافيه استراكشر موجوده بره السيل وول، ممكن تبقى في بعض البكتيريات ومش موجوده في البعض الاخر، تمام. طيب زي مين بقى؟ في بره كده حاجه اسمها الكبسول، يعني ايه؟ يعني تعالى كده نرسم لك في نفس الحته عشان اللي عايز يرسم السيل وول اهو، سيتوبلازمك ميمبرين ايه، الكبسول بقى بره من هنا، نغير لونه، كبسول اهو اهو، يبقى ده عباره عن سك، عباره عن سكر جيلاتين اصليه عامله زي الجيلاتين ايه بتلزق، تمام. السايت اوف فورميشن بيتكون يتكون في فيفو، فيفو يعني يتكون جوه جسمك زي بكتيريا اسمها الباسيلس انثراكس، ممكن يتكون فيفو فيترو جوه جسمك وبره زي بكتيريا اسمها كلابسيلا نمونيا، مش مهم اسماء البكتيريا دلوقتي خالص. الكبسول خلي بالك مش بيتسبغ بالجرام ستين، بيبان حته بيضه انستيند هالوز، حته بيضه اراوند الاورجانيزم، يعني مش بيتسبغ بالجرام، مهم جدا الكلام ده. طب تركيب الكيميائي، الكبسول ديفر ان زير كيميكال ستراكشر مع الديفلوبمنت بتاعها، معنى الكلام ده كله اهم حاجه بتتكون من ايه؟ الكبسول بيكون بولي ساكرايد سكر، ممكن يكون بروتين بولي بيبتايد في حاله البكتيريا اسمها باسيلس انثراكس، دي اسمها اسم بكتيريا اسمها رخم كده اسمها باسيلس انثراكس. طب ايه وظيفه الايه الكبسول؟ اهم حاجه مهم جدا بجيبها في امتحاناتي وبيجيبوها في امتحاناتهم على طول عندكم في سوهاج على طول، وفي في الصعيد عامه، يعني في سوهاج واسيوط وكل حته بيجيبوا الايه، بيحبوا الكبسول قوي قوي، ماشي. الفانكشن بتاعتها، والله الكبسول ده بالنسبه للبكتيريا يحميها من الايه، يحميها من الاكل، من الفاجوسيتوزيس، ده عباره امبورتنت فيرولنس، فيرولنس فاكتور يعني عامل توحش، بيحمي الاورجانيزم، بروتكت الاورجانيزم من الفاجوسيتوزيس، من البلع، يعني من غير الكبسول ده كانت خلايا المناعه تيجي تبلع البكتيريا دي تاكلها، تمام. طب حلو جدا. طيب
دي اول وظيفه معاك هي مين؟ حوار الانتي فاجوسيتك. كمان يا شباب بيستخدم في صناعه الايه؟ الفاكسين، التطعيمات. انت لما تيجي تطعم حد ضد بكتيريا بتشيل الكبسول من عليها وتحقنه جوه الشخص. يعني معظم التطعيمات اصلا اللي عندنا في مصر عباره عن كبسول. طبعا مش هحقن لك، مش هحقن لك فيك الايه؟ البكتيريا. ما انا لو حقنت فيك البكتيريا هتجي لك مرض. تمام؟ بيقول لك انا في معلومه كده ما كنتش ناوي اقولها، بس يلا نقولها برضو ايه عشان يبقى اسمنا قلنا كل حاجه. بس هي مش بتيجي في الامتحان، وبيجي يقول لك فانكشن عايز واحد اتنين تلاته، مش عايز بقى رغي كتير عشان الامتحان بيبقى اسئله كتير جدا وفي وقت قليل. ماشي؟ طيب ده بيقول لك ازاي يقاوم الفاجوسيتوزيس، ازاي يقاوم بلع الايه؟ البلع بتاع الخلايا البلعاميه. يقول لك ان الاستيمي كبسول، الكبسول ده بيزفلط، تيجي البكتيريا اللي بتاجر فاجوسايتس اللي هي الماكروفاج تيجي تمسك تجري من هنا، ليه؟ بيزفلط، فيبقى الموضوع صعب بالنسبه لها اللي هي تو هولد فيرملي اون ذا بكتيريا سيل، صعب جدا ان هي تمسك فيها. ماشي؟ طيب بالاضافه الا الكبسول ده بيحمي او بيغطي الريسبتور بتاع الكومبلمنت بتاع المتممات. المتممات دي كانت بتيجي وتساعد الايه؟ الخلايا البلعاميه اللي هي تيجي تاكل وتاكل البكتيريا. فالكبسول مغطي، بيقول لك ماسكت باي الكبسول الريسبتور، الزراير بتاعه الكومبلمنت، اللي الكومبلمنت لو لقاها هيجي يقف عليها ويصوت وينادي على خليه المناعه، الحقي تعالي كلي لقيت لك اكل. فالكبسول مغطي الدنيا، فالكبسول حماني من الفاجوسيتوسيس بطريقتين، سليمي كبسول، وان الريسبتور كومبلمنت ريسبتور ار ماسكت باي الايه؟ باي الكبسول. بس اهم حاجه رقم واحد ان هو يكون انتي فاجوسيتك بيحميها من البلع. رقم اتنين صناعه الفاكسين، لما تيجي تكتب في الامتحان تكتب كده، السؤال كله هيجي بدرجه بدرجتين بالكتير. ماشي؟ طيب في حاجه اسمها جلايكوكاليكس، دي زي الكبسول، زي الكبسول، ما قلتش كبسول، دي عباره عن لوز بولي ساكرايد، لوز يعني شويه صغيرين، الثانيه الكبسول كان مليانه بولي ساكرايد. ماشي؟ طب بتعمل ايه دي بقى؟ بتلزق سكر عسل، بتقلو البكتيريا تو ادهير فيرملي تو الفيريوس استراكشر، بيخلي البكتيريا تمسك، تمسك فين بقى؟ تمسك في الجلد، تمسك في هارت فالف، صمامات القلب. مثال مهم جدا، مهم جدا المثال ده، في بكتيريا اسمها الستريبت ميوتنت اللي موجوده في الايه؟ موجوده في البق، يخليها تمسك في مين؟ في التيس، في السنان، وتعمل لك تسوس في السنان، حاجه اسمها الدنتال بلاك ودنتال كيرس، تسوس السنان. اذا البكتيريا المسؤوله عن تسوس السنان ستريبت ميوتنت، ومين اللي بيساعدها في الموضوع ده؟ حاجه اسمها الجلايكو ايه؟ جلايكو كاليكس. في بقى حاجتين كده خلاص بنشطب اهو، في حاجتين كمان بيبقوا موجودين على سطح البكتيريا، قد ممكن يكونوا موجودين وممكن يكون لا، سيلول اهو. في حاجه بتطلع طويله وتخينه بتيجي في الامتحان دي، وحاجه رفيعه وصغيره. الطويله والتخينه دي اسمها الفلاجيلي ديفينيشن، دي عباره عن لونج ديليكت، لونج يعني طويله اهو، ديليكت يعني واضحه تعرف تشوفها. اتشتت البكتيريا سيلول اند سيتوبلازمك ميمبرين باي بيزال بودي، ماسكه بديل كده اسمه الايه؟ البيزال بودي. ايه وظيفتها؟ مهم جدا، ده الاورجن اوف موتيليتي، ده اللي بتتحرك بيه مين؟ بتتحرك فيه البكتيريا، مهمة قوي. طب الاستراكشر بتتكون من ايه؟ بتتكون من سبيشال ميثودز، بتسيبك بالكترو مايكروسكوب، بتشوف بالكترو مايكروسكوب، وبتتكون من بروتين اسمه فلاجيلين، يبقى اسمها فلاجيلي، تتكون من بروتين اسمه ايه؟ فلاجيلين. ماشي؟ ماشي. قال لك زي ديفر انزير انتيجينيك استراكشر، بتختلف من بكتيريا للتانيه. ماشي؟ حلو جدا 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 جدا. طب بتترتب ازاي؟ بص يا عم، ادي البكتيريا اهو، لو طلعتها، لو طلع لها فلاجيلي من ناحيه واحده اسمها مونوتريكس. طب لو طلع لها اكتر من واحده لكنها من وان اند، من ناحيه واحده بالمنظر ده اسمه لوفوتريكس، لفتهم من ناحيه واحده اسمها لوفوتريكس. طب لو واحده من هنا وواحده من هنا اسمها انفيتريكس. طب لو واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا من كل حته اسمها بيريتريكس. يبقى على حسب مكانه، يبقى تاني تاني، يلا يلا قولوا معايا، دي ايه؟ مونوتريكس. طيب دي ايه؟ لوفوتريكس. طب دي امفيتريكس. طب دي ناحيه واحده برضه، ناحيتين اهم، بوس اندس، سواء شعرايه او اكتر من شعرايه اسمها ايه؟ امفيتريكس برضه. طب دي هنا واحده من هنا واحده من واحده من هنا واحده من هنا، لا ده طلعت بقى ايه؟ من كل حته اسمها بيريتريكس. الفانكشن بتاعتها اورجن اوف لوكوموشن، هي اللي بتلعب في حركه الايه؟ البكتيريا. في حاجه انا كنت سايبها بقى فوق بقى هتقال هنا في الفانكشن، فيها انتيجينات اسمها الاتش انتيجين، ده بيساعد في التشخيص. يعني مثلا لو انا كنت عايز اعرف البكتيريا دي فيها فلاجيلي ولا لا، ببحث على الاتش انتيجين ده، لقيته موجود يبقى في فلاجيلي، مش موجود يبقى ما فيش فلاجيلي.
تمام. تالت حاجة اللي هي تعرف تخترق بنتريشن ثرو، تمشي خلال الفيسيد ميوكس، تمشي في الحاجات الايه الفيسيد ميوكس ده زي اللعاب او البلغم، تعرف تمشي من خلاله. يعني البكتيريا نفسها لو انت مكون لها البلغم ده، المفروض ان هو احد صور الحماية، الفلاجيل اللي يساعد البكتيريا اللي هي ايه اللي هي تعدي. في بقى الشعر الصغير اللي انا كنت قلت لك عليه اسمه ايه بقى، اسمه فيمبريا او بيلاي. اسمه ايه؟ فيمبريا او بيلاي. تعالى كده رسمه تاني عشان بعديها ناخد السبور، يبقى كده خلص الايه الشابتر اهو. قلنا في حاجه طويله وتخينه وفي حاجه صغيره ورفيعه اسمها بيلاي او فيمبريا، تبقى سن تمام. زي ار بريزنت ان الجرام نيجاتيف بس اللاي. المهم دي مسؤول عن ايه بقى؟ التاني كان مسؤول عن الموتيليتي، دي مسؤول عن الادهيشن والاتاتشمنت اللي هتمسك. هناك كان البروتين اسمه ايه؟ فلاجيلين. هنا البروتين اسمه ايه؟ بايلين. في نوعين من البيلاي دي، في منها نوع اوردينري بايلاي وده اللي بيمسك، ده المسؤول عن الايه؟ الادهيرنس اوف البكتيريا للريسبتور، مسؤول عن الماسك تمام. زي فصائل من بكتيريا اسمها نيسيريا جونوريه، عشان كده بقول لك ان الفصائل اللي من نيسيريا جونوريه اللي ما فيهاش بايلاي بتبقى نون باثوجينيك، يعني ما تعمليش مرض، ملهاش لازمه. لازم عشان النيسيريا جونوريه دي تعمل مرض يكون عندها ايه؟ بايلاي عشان تعرف تمسك. طب في نوع تاني اسمه 6 بايلاي. 6 بايلاي 6 جنس. اه ايه ده اللي جاب الجنس للبكتيريا؟ تعالى كده لو في بكتيريا اهي، بص يا عم، في بكتيريا اهي فيها بلازميد مثلا، ودي بكتيريا تانية ما فيهاش البلازميد ده، انا عايز انقل حته من البلازميد ده للحته التانية. ده وليكن ده الميل الذكر ودي الفيميل اللي ما عندهاش ايه بلازميد، عايز انقله، هتنقله ازاي؟ تنقله عن طريق الكوبري، نظريه الكوبري. بص تعالى كده ثواني عشان الايه، هيقوم جاي متكون يا شباب من هنا. بص ادي ادي بكتيريا، يتكون كوبري من هنا اهو اهو، دي تفتح من هنا وده يمشي 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 لغايه ما يروح للناحيه الثانيه. دي بايلاي برضو بس اسمها ايه بقى؟ شبهوها اكن في حيوان منوي خرج من هذا الميل وراح للفيميل، عشان كده سموه 6 بايلاي. بتعمل رول ان الترانسفير اوف البارت اوف الجينيتك ماتيريال، ترانسفير اوف الجينيتك من اللي هو الدي ان ايه فروم وان سيل اسمها اف بوزيتيف اللي عندها الدي ان ايه تو انذر اف نيجاتيف اللي ما عندهاش، في خطوه اسمها كونجيوجيشن. كونجيوجيشن يعني عمليه نقل الدي ان ايه من خليه لخليه ثانيه بمساعده الكوبري ده اللي اسمه ايه 6 بايلاي. يبقى فيها نوعين من البايلاي، اوردينري لا دي وظيفتها تقفش، انما ال 6 لا وظيفتها تنقل عباره عن كوبري تمام. فاضل اخر حاجه موجوده في الشابتر اسمه بكتيريا الاندوسبور او السبور. يعني ايه السبور؟ اهو دي رسمته تمام، دي اخر سلايدين معانا. السبور بقى عباره عن ايه؟ السبور دي عامله زي فكره البيت الشتوي بالنسبه للبكتيريا، التحوصل من الاخر، اكتب لي كده التحوصل. خدتوا الكلام ده في ثالثه ثانوي. طيب عباره عن ايه؟ الديفينيشن عباره عن سمول اوفر او سفيريكال سيلز which هايلي ريزيستنت تو unfavorable كونديشن. لما البكتيريا تتعرض لظروف صعبه جدا زي ان الاكل يقل او في حراره او في دراينس جفاف، تبتدي تتحوصل على نفسها وتعمل كوره كوره كده زي السلحفاه يا شباب تمام. دي اللي تقدر ايه؟ دي اللي تقدر تقاوم الظروف الصعبه، ولما الظروف تتحسن تبتدي تتحول الى بكتيريا تاني وترجع تاني. طيب سبور فورميشن از كاركتر مين بقى؟ للجرام بوزيتيف بكتيريا تمام. الجرام بوزيتيف بكتيريا يعني الجرام نيجاتيف ما بتكونش سبور، ايوه الجرام بوزيتيف بس. في منها ايروب هناخده في الشابتر الجاي، يعني بكتيريا هوائيه بتحب الهواء زي الباسيلس انثراكس، ومن في منها انيروب يعني ما بتحبش الهواء زي الكوليستريديا، زي الكوليستريديا تيتناي اللي بتعمل لي مرض اسمه تيتنس. اسامي البكتيريات مش مهم عندي، انا بقول لك اهو مش هسالك في اسامي البكتيريات دلوقتي، قدام شويه. بيقول لك ان السبور ار كونسيدرد تو بي دورمنت، دورمنت يعني نايمه نايمه خالص، نو ميتابوليك اكتيفيتي يعني ما بتتحركش، ما بتستفزش المناعه، عشان كده المناعه بتاعتك ما بتروحش تعبرها، ما بتروحش تقضي عليه، ليه؟ لانها نايمه اصلا، عارفين لو بتتحرك وبتعمل شغل كانت المناعه بتاعتي راحت فرمتها. فيقول لك ان هي ممكن تخليها نايمه دورمنت لمده سنين. سبوريوليشن، سبوريوليشن يعني ايه؟ يقول لك الديفلوبمنت اوف السبور بيتحرك بيخش في كذا ستيج. اول حاجه ان الديفلوبمنت اوف ان ان جروس اوف السيتوبلازميك ممبرين، السيتوبلازميك ممبرين يقل الجروس بتاعه ويقف ماشي، ويبتدي يتحوصل على نفسه بنفس الرسم اللي عندكم دي، خلاص يبتدي يتجمع على نفسه السيتوبلازميك ممبرين، يبتدي ايه يتجمع على السيتوبلازم والسيتوبلازميك ممبرين والدي ان ايه يتجمعوا مع بعض في كوره واحده تمام. الكوره ايه اللي هو راسمها لك في الاخر دي، دي
تمام، بتتكون من ايه؟ بتتكون من حته في النص وبعدين حته وبعدها حته. طيب اللي في النص اسمها ايه؟ كور، واللي بعدها اسمها كورتكس، والاخيره خالص اسمها كوت، كوت يعني جاكيت. طب ايه البوزيشن بتاع السبور؟ البوزيشن في قلب البكتيريا ممكن تكون، ممكن تكون سفيريكال، اصلا السبور ممكن يكون دايره او اوفر عامله زي البيضه، ممكن تبقى في الاخر يبقى اسمها تيرمينال، تيرمينال ممكن تبقى في النص اسمها سنترال، ممكن تبقى ما بينهم الاثنين اسمها سب تيرمينال. يبقى دي اماكنها في قلب الايه، في قلب الايه، في قلب الشكل بتاع الايه، بتاع البكتيريا قبل ما تخرج. ممكن تكون بره خالص او في النص سنترال او بره او ايه، او في ما بينهم الاثنين اسمها سب تيرمينال. ده كله مش مهم خالص بالنسبه للسبور، اهم حاجه في السبور هي كوز اوف ريزيستنس. ليه السبور مش بتموت؟ عشان اتنين عاليين واتنين واطيين. ايه اللي عالي؟ ان الكورتكس بتاعها وكوت سك، سك كورتكس وكوت ناشفين. اتنين فيها كالسيوم بيبونيت، كالسيوم، كالسيوم طبعا الكالسيوم بتاع اللي بيبقى في العظم بتاعك ايه، بيقويه. فالكالسيوم ديبلونيت او اسمه ديبلونيك اسيد اللي هو الحته دي، دي بيديها ايه، بيديها قوه. طب اتنين واطيين هما مين؟ الووتر زير دي هيدريتد ستيت، لما يبقاش فيها ميه تبقى ناشفه فتقاوم. وايه تاني واطي؟ لو ميتابوليك ريت، يعني ايه؟ حركتها قليله، ما بتعملش مشاكل، هادي. انت لو قاعد في حالك حد هيجي يضربك؟ لا، انما لو انت عامل مشاكل بقى وعمال تمشي وعمال تاذيني، المناعه تيجي تفرمك. فدول اربعه تحفظهم صم، مهمين جدا، بسال عليهم وبيسالوا عليهم. كوزز اوف ريزيستنس ان السبور، هسالك عليهم، هسالك عليهم، تمام. طب الجيرمينيشن يعني ايه؟ كلمه جيرمينيشن يعني عوده السبور الى البكتيريا. بتعدي ثلاثة ستيب، اول حاجه اكتيفيشن، اول ما تشوف ووتر خلاص ابتدت تتنشط. بعد كده، بعد كده انيشيشن، الكالسيوم ديبلونيت اللي انا كنت مكونه ده يبتدي يريليز، والكورتكس والكوت بيكسروا خلاص عشان البكتيريا تطلع بقى. اهم حاجه مين اللي في النص؟ الكور. الكور ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السيتوبلازم كله. الكور هو عباره عن البكتيريا اصلا، يعني انا جبت البكتيريا حطيتها في الكور وبعدين حطيت كورتكس وكوت يحموها. طيب الميديكال امبورتنس، الميديكال امبورتنس بتاع الايه، بتاع السبور اللي هي بت ايه، ديو تو زير اكسترا اوردينري ريزيستنس تو الهيت والكيميكال، بتقاوم الهيت والايه والكيميكال. اعملها استرلايزيشن بايه؟ بالاوتوكلاف، جهاز كده اسمه الاوتوكلاف، بعرض ل 120 درجه سيليزيوس لمده 20 دقيقه عشان تموت الايه، تموت البكتيريا دي. كده خلاص ان شاء الله باذن الله الجزء ده خلص معانا، تمام. من بعدها على طول ان شاء الله نشرح المحاضره الثانيه، المحاضره دي تخلص النهارده ان شاء الله. سلام.